عمرو عبد السلام مقدم البلاغ. استاذ عمرو اهلا بيك. استاذ عمرو اهلا بيك. استاذ عمرو اهلا بك يا وائل، ايام حضرتك. عايز اسمع تعليقك على كلام مدام وداد، اتفضل. طبعا احنا مقدرين مشاعر الام الطيبه الصديقه دي على مستقبل بنتها، ولكن للاسف احنا لا نملك ان احنا نتنازل عن البلاغ الذي تم تقديمه، لاننا بمجرد تقديمنا البلاغ للنائب العام انتقل الحق الى النيابه العامه باعتبارها ان هي الامينه العامه على الدعوه العموميه، وهي التي لها الحق في تحريك الدعوه الجنائيه او التنازل عنها. لا طبعا، ما احنا ما بنتكلمش دلوقتي في هي كلامها يوجه للشعب المصري، يعني لانه الاهانه وجهت للشعب المصري. القضاء الحقيقه ما بياخدش كلامه على شاشات، يعني توجه اليه ما وجهته للقضاء، هي وجهته من خلال محاميها، في خلال رساله اعتذار مكتوبه، ومن خلال ما قدم في المحكمة ولم تأخذ به المحكمة من شهادات مرضية وإنها أجرت عملية في المخ. مش كده كل ده قدم للمحكمة؟ تمام. وبالتالي هنا كلامها للشعب المصري ما بتقولكش تنازل عن القضية، أو أنت بتقول لا 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 نملك التنازل يعني. ما هو يا فندم، يعني حتى مع اعتبار الام الفاضله للشعب المصري، قبول او رفض الشعب المصري لهذا الاعتذار، وان كنت انا شخصيا متعاطف مع هذه الام المكلومه، الا ان الاعتذار قبوله من رفضه مش هيأثر على مجريات القضيه، لان احنا لسه امام جلسه 29/7 تنظرها محكمة الجنح المستأنفة، وننتظر نتيجة الحكم الصادر في الدعوة. ان شاء الله. عشان كده ما انا بقول الـ القضاء يا استاذ عم لا بيتاثر لا بمشاعر او عواطف ولا حتى بغضب راي عام، يعني حتى لو غضب الراي العام القضاء اخذ به في الحكم بياخذ بالقانون يعني، ولا عواطف ومشاعر الام يعني. القضاء له وقائع محدده بيطبق عليها القانون بحذافيره. طيب، لا يتاثر بمشاعر ولا يتاثر باعتبار. عندي محمود، ومحمود من الأطفال أصدقائي في مستشفى 57/357، وهو بعت لي بيقول عيب حد يدخل يقول للأم أنت ما ربيتيش بنتك، دي أم وإحنا ما بنحاسبش أمهاتنا، هي غلطت خلاص وأخذت جزائها. وهخليك تعمل مداخلة يا محمود. ماشي. طيب، اخد مين معايا كمان من المكالمات؟ يا جماعه، استاذ ياسر ابو العلا، يا استاذ اشرف، ممكن اللي مش فاهم التعامل فنيا مع التليفونات نقول له ازاي اتعاملت فنيا؟ استاذ محمود ابو العلا مقدم، استاذ ياسر ابو العلا احد مقدمي البلاغات. استاذ ياسر اهلا بيك. استاذ ياسر، ازي حضرتك يا استاذ وائل؟ اهلا بيك استاذ ياسر، اتفضل. اهلا بيك. اولا يعني انا بقول للسيده اللبنانيه الام، معلش، حقك علينا رغم ما فعلته بنتك والامر الغير مقبول في حق الشعب المصري، ولكن حقك علينا يا امي، حقك علينا. وان كان الحكم، انا شايف ان الحكم في حد حاليا قاسي، وبعض، رغم ان انا من الناس اللي اثارت القضيه، لكن انا بقول ان الحكم دلوقتي قاسي عليها، ومش تعليقا على الحكم، ولكن في حاجه بسيطه جدا عايزين نفرق فيها. انا دلوقتي يعني الموضوع هدي شويه عندنا، وقدرنا ان احنا يا استاذ وائل نهدى ويشفى غليل الشعب المصري من اللي فعلته منى مذبوح. طيب، النهارده هقول لسعادتك على حاجه برضو انا فطنطلها بعد ما اثرت الموضوع، الا وهي ايه؟ ان منى مذبوح كانت وهي بتقول الالفاظ البذيئه تجاه الشعب المصري كانت بتقوله على صفحتها الخاصه، والقناه
الرسائل في مصر احيانا لا يفرق ما بين الصفحات الخاصه حسابي الشخصي الاكونت بتاعي وما بين الصفحات العامه البابليك. ان هناك ابحاث قانونيه من دكاتره عظماء في مصر فقهاء في القانون فرقوا ما بين الحساب الشخصي بتاعي والصفحه العامه البابليك. طيب اذا انا خدت من عند صفحه منى مذبوح او غيرها اي فيديو او سكرين شوت ودلوقتي مجلس النواب بيناقش الموضوع ده يا استاذ وائل يبقى انا اللي سارق يبقى انا اللي سارق انا هي وهي بتكلم اصحابها فهي تغتابنا لما بتكون بتكلم اصحابها بتغتابنا اما اذا انا خدت الحاجه اللي هي بتكلم اصحابها بيها ده هي يبقى انا اللي سارق يا استاذ وائل تخيل. طيب انا بس يعني انت عارف احنا ده انت مقدم البلاغ ايوه بس انا للامانه انا برضو انا انسان يا استاذ وائل انا انسان ولما طبعا. لما اشوف ان برضو دي في ام وفي بنت خدت حكم قاسي قوي لازم اراجع نفسي واقف لا هو حكم يتناسب يعني احكام المحكمه ما هو يعني ممكن انه بياخذ هو خد بسقف العقوبه الاعلى بالظبط بياخذ بسقف العقوبة الأعلى لأنه ده المحكمة والجرم اللي ارتكب يعني بالظبط هو خد بسقف العقوبة الأعلى يا أستاذ وائل في الجزئية طيب. دي لكن أنت حتى كمقدم بلاغ فبتقول يعني أنت شايف إنه الشعب المصري خد حقه في هذه القضية ومتعاطف مع مشاعر الأم يعني طول عمرنا يا أستاذ وائل الشعب المصري شعب طيب ورحيم ومتسامح وفي الاخر احنا خلاص خدنا حقنا كده اهوت وانا بقول ان احنا كده اكتفينا وهتكون عبره لمن لا يعلم. طيب بشكرك قبل ما اخد بس الطفل محمود في ناخد عايز كنت عايز اشكر الاستاذ ياسر حقيقي طيب يعني انا بوجه له شكر الاستاذ ياسر برغم ان هو من مقدمي البلاغات لكن هو بالفعل عبر عن انسانيه مواطن مصري هو بالفعل هو أيوة. ان أيوة غضب وانزعج لما شاف الفيديو بس هو وصل لحاله ان حس ان الراي العام المصري واحنا هنا بنناشد الراي العام ما بنناشدش القضاء حس ان الراي العام المصري كده يعتبر فش غليله احنا يا استاذ وائل يعني هو ده عشمنا هو ده اللي احنا عشمانين فيه ان الراي العام المصري يحس ان هو اخد حقه اللي حصل لمنى والحاصل لوالدتها برضو ده مش شويه يا استاذ وائل ده مش شويه مع الحاله المرضيه ما هو في المقابل الناس هتقول لك ما هو اللي قالته جرم مش طبعا شويه جرم مظبوط لانه كان في حده وقذف خلينا يعني انت مزبوط. هنا انا عشان كده احنا ده الكلام ده متعلق بالجزء هل يسامح الشعب المصري ام لا انما القضاء له وسائله القضاء في انك تقدم اللي انت عايز تقوله انا ما زلت حتى الان في اثناء البرنامج مش عايز اتكلم في اي حاجه تخص القضيه فيما طيب. فيما يخص طيب. المحكمه هاخد بس الاستاذ فراج من المنيا استاذ فراج اتفضل استاذ فراج المنيا اتفضل الانسانيه اهم يا وائل بيه الإنسانية ومصر ده عظيمة يعني عشان تحاكم منى المذبوح أولا منى المذبوح ده مصابة بالأمراض النفسية وبالعصاب هي لو تقصد مصر أو تقصد الإهانة كانت خرجت بره مصر وقالت الكلام اللي قالته هي لا تقصد مصر هي سيدة مريضة وتمنى من الزعيم السيسي إن الأم المكلومة اللي قاعدة معاك دي المفروض تاخد بنتها وهي ماشية مصر ما بتعملش كده في ضيوفها رغم هي ضيوفهم بيسيئوا ليه مصر الام الكبيره مصر ام العرب مهما العرب شاولينا برضه مصر الام الست المكلومه الام الموجوده معاك دي فالمفروض انا بطلب من الزعيم السيسي ان تاخد بنتها معاها مصر اكبر من ان احنا نحاكم اولاد العرب واللي هم اولادنا رغم ان هي مريضه نفسيه مصابه بالانصاف هي لو تقصد شيء كانت طلعت بيروت وكتبوا كجاله الكلام ده ما كانتش جالته جوه مصر هي مريضة نفسية والمريض النفسي لا يؤخذ على كلامه أتمنى يا وائل بيه إن هذه الأم المكلومة تاخد بنتها معاها وهي راجعة بيروت
اتمنى والله. ده اللي يبرئ هو القضاء المصري، مش دموع الام ولا مكالمات تليفونيه يعني. بشكرك لأمين. استاذ وائل اتفضلي. طالما انا الملامه انه انا ما عرفت ربيها، انا عم بعتذر للشعب المصري. طيب ما بيقبلوا اعتذاري؟ انت بتتكلمي يا امي والناس بتسمعك يعني، زي ما انت شايفه هناك هتلاقي في ناس تتضامن مع مشاعرك وناس هتبقى بترفض ده يعني. ولا يملك احد ان يقول أكيد دي كلها مشاعر، ده راي الشعب المصري في مجمله يعني. نعم، القضاء اللي بيقول كلمته بالاخر. بس انا بتمنى انه يسامحوها، بتمنى السماح لإلها، بتمنى انه يرحموني لإلي ان شاء الله. ده يعني في النهايه يا جماعه مشاعر ام بتوجهها للمصريين. هي الحقيقه الناس ممكن تقول لك يعني هي لو قالت بنتي ما اخطاتش، او هي بتقول حتى يعني لم تتحمل يعني ما قالته، فالحقيقه بتعترف انه بنتها اخطات جسيما ولابد ان تحاسب وبتتحاسب. لكن هي بتتكلم في التسامح يعني، هل يمكن التسامح؟ التسامح الحقيقه قانونيا ده امام المحكمه ملوش علاقه، لكن هل يمكن التسامح نفسيا مع الناس؟ ده اللي احنا بنتناقش فيه على الهواء. طيب ناخد تاني. لا مين في